الو طال عمرك. اهلا سم. نعم اهلا. الله يسلمكم، الله يحفظكم. اهلا. نعم نعم الكلاسيكو. نعم الي الشرف احضره معكم. نعم حاضر سم، حاضر. اجواء عامه، اجواء عامه، وانا كمان بحب الاجواء العامه. نعم معقولي ساعتك تسالني مين مشجع؟ طبعا برشلونه. برشلونه بس والباقي خس. ريال مدريد. نعم نعم حاضر سم سم. الله معكم، الله يحفظكم، الله معكم. اهلا 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 ابو مشاري. مو معقول هالصدفه استاذ روشي. انا كمان بشجع فريق البرشلونه كتير بحبوا لهذا اللاعب القصير النص نساس، شو كان اسمه؟ ميسي. ايه ميسي. استاذ رجي انا بهني حالي على الكيمياء اللي بيني وبينك. كيف يعني ما في كيمياء بيناتكم؟ يعني باي مجال ما في كيمياء؟ بكل شيء، نحن بحياتنا ما اتفقنا على شيء، اذا قلت لها لبن ابيض بتقول اسود. أنا بحب إليسا، هي بتحب هيفا. أنا بحب الراب، هي بتحب الكانتري ميوزيك. وأنا بحب الشعر الطويل وهي بتحبه قصير. أنا بحب نام على مخدة واطية وهي بتحب تنام على مخدة عالية. بس هذا الشيء طبيعي، يعني حلو الاختلاف، مو شرط تكونوا فوتوكوبي عن بعض. كوبي حلوة وحكاية الكوبي دي والله العظيم. اسمعني هلأ، حاول تلاقي شيء بينك وبينه، يعني لازم تلاقوا قواسم مشتركة. حاولت بس ما لقيت إلا ما تلاقي، يعني بس لازم يصير تنازل من الطرفين. ومين اللي لازم يتنازل للتاني؟ هلأ مو هم من ده يتنازل. سمعتي لازم حدا يتنازل. اتنازل انت. وليش مو انت اللي تنازلي؟ أنا من يوم يومي بشجع ريال مدريد. وأنا من يوم يومي بشجع برشلونة. لحظة لحظة لحظة، هلأ انتو عم تتخانقوا مشان ريال مدريد وبرشلونة؟ كلمة متخانقين قليلة، نحن وصلت بيناتنا للطلاق من وراء هالقصة. معلي اسمح لي، مو معقول مرتك شو وحدة عنيدة وراسها يابس، يعني حتى بيشجع هيك فريق مبهدل. سمعتي؟ انا ما حدا دخلوا فيني، والله ما بترك برشلونة لو على قطع رقبتي. ايه الله يعينك شو عنيدة. خلصي وليه؟ بدك تشجع ريال مدريد ورجلك فوق رقبتي. ينصر دينك هذا الحكي الصح. انت مش لازم تبقي محضر خير ابدا، انت على الجزيرة المباشر عدل. انت سمعنا. اسمعوا لا، انا ما بجي بالتهديد، اخواتي كلهم من جماعة برشلونة وقسما بالله اذا بيدروا لحتى يخلعوا رقبتك. انا اللي بدي اخلع رقبتي. الو مركز الاستشارات الاجتماعية نور معك، من معي؟ مرحبا يا اختي. اهلين يا اختي. انا جوزي ضربي لانه مشجع ريال مدريد. شو؟ وانت لسه ما اشتكيتي عليه للشرطة؟ بوشك على اقرب مركز شرطة ادمي فيه بلاغ بسرعة. بنت حلال مصفي. تخليك بشغلك. مالي حبيبتي، بسرعة على الشرطة. 27 مسيو روجي أخذتك جاهزة. حتى على الطاولة. 28 ليك منيح اللي اجيت. سيف عندك اللقطة 26 تاخذها من هون. ها 27 كبس من تحت أو من فوق، سيف براسك. 25 يلا مثل ما بدك، بس لا تذكر، تذكر كل شيء. مسيو روجي، مسيو روجي تفضل. أنت طول عمرك بتشجع ريال مدريد، شو اللي خلاك تقلب على برشلونة؟ مين قال لك إني قلبت؟ أنا لساني بكره الأرض بيمشوا عليها جماعة برشلونة. يا عيني عليك يا مسيو روجي. لك عن عزرائيل بتعرفه؟ شو؟ بتمنى اشوفه ولا اشوف اي واحد بيشجع برشلونه. يا لطيف. لك عن حقيقه الاناكوندا بتعرفها؟ واو هي شايفها بفيلم، بتذكر لما نزلت وطلعت، نزلت وطلعت هيك بالبحر وبعدين اخذوا لها كلوز من تحت لفوق هيك. كلوز ستريم. نعم نعم شايفه هذا الفيلم، هذا فيه قارب ما؟ هي كثير حلو. ونهر ما نهر. واو في وحده هي ممثله اجنبيه بتمثل اشبان اسمها بين لوبيز. مونيكا لوبيز. مونيكا هي انا شايفها كل افلام حضرناها هي. شبا حياتي اللي كنت ايه انت سالتني عنها. انا سالتك عنها ايه ايه عم اقول لك انا مستعد اعيش معها على هاي الحياه 500 يوم بغرفه وحدها ولا اشوف ميسي او هذا الثاني اللي بدي اياه. هي ايه لك يا عيني عليك يا مسيو روجي، اساسا انا رضعت حب ريال مدريد منك. ايه صحيح انا كل هالشيء مشان يزعل ابو مشاري. كل شو كبير كبير يا مسيو روجي حبيبي، طول عمرك كبير. طيب اليوم منيح اللي جيت خدمة على المشروع، حس حالي تعبان. يا مسيو روجي
فوتبول؟ اوف كورس ماما، انا في صوت فوتبول 50 متر جول. لك انا شو بدي فيك؟ اذا بتشوطها 50 متر ولا 50 متر؟ عم اسالك عن كلاسيكو تبع اسبانيا، بتعرف عنه شيء؟ ماما انا في معلوم everything في معلوم، انت في سؤال انا في جواب. طيب اعطيني اسماء لاعبين برشلونه. برشلونه انا ممكن في بيرو داس تحت ترين، ممكن في بيرو ماس تحت رجلين فيل، ممكن بيرو كارت في فم تمساح، بس مو ممكن تكلم عن برشلونه. لكن ان شاء الله تروح داس تحت رجلين الديناصور. منيح هيك اللي لشوف شو خطط فريق برشلونه. خلاص ماما، انت ما في زعل، انا في تكلم. لك ولعي ان شاء الله، احكي لشوف. ماما في فور نفر دفاع، في 5 أو 6 نفر بسات، في 2 نفر بسات بيصير هجوم، في 3 نفر بعد يسار بعد يمين بعد بسات بعد برفع يمين بعد برفع يسار بعد بيصير هجوم، بعدين في 2 نفر. وقف لشوف شو ها؟ على هالقصة صاروا 17 نفر بالفريق. نو ماما، سام 3 نفر، بعد نفر يسار يرفع، بعد نفر يمين يرفع، بعد نفر وسط بيصير هجوم، سام 3. مو الحق عليك، الحق على النفر الجدبة اللي سألتك. يلا خدني على الكافيه كويكلي. اوكي اورايت ماما. كومار فيري 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 جود درايفر، فيري جود درايفر. نانا الصراحة اللي قاعد يصير مو طبيعي. انت كم مدة الجلسة اللي تاخذينها حق المساج؟ 20 دقيقة. تقدرين تفهميني اخر جلسة اخذتي فيها ساعة ونص ليش؟ السبب انه الزبونة منا عادية، هيدي زبونة سبيسيال. يا حبيبتي يا نانا، احنا مو متعودين هني نعامل كل الزباين معاملة وحدة؟ وشعارنا في المركز هني كل الزباين سواسية كأسنان المشط؟ ايه بس انه شو؟ قبل لا تبسبسين لي، ممكن تشرحيني الحاجه السبيسيال هذه اللي خلتك تاخذين ساعه ونص مع الزبونه؟ بصراحه كنا عم ندردش انا وياها، ومن حديث لحديث فتنا بحديث الرياضه والكلاسيكو، واحذري شو؟ طلعت بتشجع ريال مدريد مثلي، وكمان صارت الصدف انه بتحب كريستيانو رونالدو. لا، تحب رونالدو تحب سامي الجابر، احنا ما يخصنا في الموضوع. طيب بعتذر، انا مش حتنعاد هيدا، ما بعرف يعني كيف قطع الوقت وقطع الحديث. انزين بس اتمنى يا نانا ما يتكرر هالشي. يلا تقدرين تكملين شغلك. اوكي. مسيو روجير، طريق المكتب من هون. صحيح، نفس الطاولة، غير علي شوي المدخل. أهلا مسيو روجير، تفضل. لك شو بك، شو عامل بحالك؟ شو منسيان الكلاسيكو؟ إيه صحيح. طمني عنك، كيف صرت؟ أحسن، منيح اللي أخذتني على المشفى. ما معقول قديش لبقت لك هالتيشيرت، قسما بالله رح تاكل منك شقفة. خلص هلزل على قلبي، والله حاس حالي يعني كأني خاين. ليش معلم روجير؟ شو بعرفني، ما بدي، بس انا مو متعود عليها، ما بدي. بدك تطول بالك من شان ابو مشاري. ما هذا اللي كسر ظهري ورجلي. يلا امشي، ما نتاخر على المباراه. يلا اوكي. جبت التاكسي؟ طبعا. شارطته؟ طبعا. يلا قوم. اوكي. حسام هلا معي؟
ليكي لا تزدي علي، والله مقهوره من جوات قلبي. سربرايز بيبي. كيفك حبيبي؟ ايوه قلبي لا بس ريال كمان تاخذ العقل. لك انا ببيع برشلونه كلها كل مالك. انا ايه بابي انت ببيع انا ما ببيع. هيك صارت مسيك لك. يلا سامعونا شباب. اشي روحي اشي الجيران انسه سميحه وين باركين جماعه الاتحاد حد مين هون ما في غير برشلونه وريال مدريد يلا تعال احضر ايش هالحكيات يعني ما في هون الكلاسيكو تبع حلب بين الاهلي والحريه انت شو عم تحكي ادري هون بدبي ما في غير الكلاسيكو ريال وبرشلونه ما في كلاسيكو حلب مو معقول بدبي بدك كلاسيكو حلب ليه ليش جماعه الاتحاد والحريه ما بسوا يعني اسبان احسن منهم يا علي الحلال شوطه واحده من محمد عفاف ابوس روحه بتسوى ميسي ورونالدو فرضوا طريق على راسي انت وياهم بس هلا ريال وبرشلونه لا تحضر لا ما بدي احضر والله والله ما يدرى ابو عباي رئيس رابطه مشجعين نادي الاتحاد انه انا ما حضرت الكلاسيكو تبع حلب وحضرت الكلاسيكو تبع اسبانيا والله لا يزعل مني ميكن فيري ماتش بوكو اهلاويه اهلاويه